أهلا بكم مشاهدين في هذا العرض الإخباري الذي يأتيكم من القناة الإلكترونية لنادي الجيش الملكي، وهذه أبرز العناوين. الزعيم يعود إلى سكة الانتصارات عبر بوابة نادي شباب أطلس خنيفرة. أمال الجيش الملكي يفوزون بالثلاثية ويتصدرون البطولة. أبناء المدرب محمد بن رجع يواصلون تحقيق النتائج الإيجابية. كانت هذه العناوين وإليكم التفاصيل. البداية بكرة القدم، حيث استطاع نادي الجيش الملكي العودة إلى سكة الانتصارات، وذلك عبر بوابة نادي شباب أطلس خنيفرة خلال الجولة العاشرة من البطولة الوطنية اتصالات المغرب لكرة القدم، مباراة استطاعت من خلالها العناصر العسكرية فرض إيقاعها المعتاد، وذلك من خلال خلق عدد من الفرص السانحة للتسجيل. وعلى الرغم من تلك الفرص التي لم يتم تسجيلها، انتهى الشوط الأول بلا غالب ولا مغلوب. الشوط الثاني من المباراة عرف اندفاعا كبيرا من لدن العناصر العسكرية التي دخلت هذا الشوط بإرادة كبيرة بغية تحقيق نتيجة إيجابية، وذلك ما تأتى لها من خلال فرصة سجلها اللاعب محمد كمال، هدف جميل وغاية في الروعة يضاف إلى الأهداف التي سجلت خلال هذا الموسم، لينهي الزعيم المباراة لصالحه بهدف للا شيء. القناة الإلكترونية لنادي الجيش الملكي حضرت المباراة واستقت لكم عددا من التصريحات، من بينها تصريح مع المدرب عزيز العامري وكذلك اللاعب أنس عزيم والحارس محمد أمين البرقادي، لنشاهد. الحمد لله، انتصار حقيقة، ولو أنه انتصار يعني كما تيقولوا دون لا دولور، ولكن كما بغى يكون الحال ثلاثة نقاط كانت كتهمنا بزاف، لأن لعبنا مقابلات في المستوى وما انتصرناش فيهم. اليوم ربما المقابلة اللي كانت ضعف من المقابلات الأخرى هي في انتصرنا، وهذه هي الكرة. أنا مطمئن على الفريق ديالي، إن شاء الله مستقبلا باقي نزيدوا نخدموا، لان شهر ما كافيش، وان شاء الله الفريق ديالنا غادي يكون في المستوى بالاخص في الميركاتو ان شاء الله. الحمد لله، الحمد لله، ما يسعنا مثلا واحد الفرحه كبيره، اللي الحمد لله واحد ثلاثه نقاط اللي غادي تحيد واحد الغيوم ديال المشاكل ديال النتائج، وبزاف القيل والقال والهضره كثيره، وانما الحمد لله بينا ان عندنا واحد المجموعه اللي هي مزيانه، وغادي تقول الكلمه ديالها. تنشكروا اللعابه، الطاقم التقني، المسؤولين اللي مساندينا، وتنقولوا للطاقم الاداري والطاقم التقني، حنا ان شاء الله غادي ننطلقوا من جديد، والفريق ديال الجيش الملكي غادي يعود ان شاء الله للسكه الصحيحه. اللي نقدر نقول لك ان هذا الفوز انتظرناه هذه عده دورات، الحمد لله تحت لينا. كنظن واخا ما كانتش الطريقه خاصه في الشوط الثاني، ولكن المهم هو ثلاث نقاط. كنتمنى يكون هذا هو الديكليك ان شاء الله ديالنا، ورجعوا لسكه الانتصارات اللي هي السكه الصحيحه ديال فريق من حجم الجيش الملكي. ومباشرة بعد نهاية المباراة توجهت القناة الإلكترونية لنادي الجيش الملكي صوب قاعة الندوات، وذلك من خلال تغطية الندوة الصحفية، وسقينا لكم أبرز ما جاء على لسان مدربي الفريقين، لنشاهد. شكرا. الخصص اللي غادي نتكلم عليه هو في انتدابات، كنظن بان كانت تصور على ان الفريق عنده خمسه ديال قلب الهجوم، خمسه، كاين هشام، كاين ابراهيم البزغودي، كاين المهدي سميتو، كاين خابه، يعني خمسه ديال المهاجمين اللي كيلعبوا غير افونسون، باش تحولهم مثلا الاجنحه ولا الوسط الميدان حتى واحد ما تيتقبل فهمتي. وعندنا الخصاص في وسط الميدان، انت كتشوف اليوم اللي سجل الهدف هو لاعب ما عمره شارك مع فريق الجيش الملكي. اذا اولا انت تنقصوا التجربه، وكتنقصوا اللياقه البدنيه التنافسيه، وهذه المسائل كلها تنعانيو منها. عندك جوج ديال اللاعبين اساسيين اللي هو في وسط الميدان بالرحمه وليركي، بجوج بليسي،
يعني كنعانيو بواحد الشكل كبير، والحمد لله ما عندناش اصابات في واحد اللاعبين اللي هما اساسيين الان في لاطاك، والخصاص عندنا في الاجنحه، لانك تشوف النغمي وانوار ما عندناش بديل ديالهم، كيلعبوا 90 دقيقه ما كتقدرش تغيرهم لان ما عندناش لاعبين ديال الاجنحه. دونك خصنا في هاد الميركاتو نشوفوا الركروتمون في لي بوست الناقصين عندنا، يعني ماشي غير اي لاعب كاين مزيان ناخذوه، لا غناخذوا لي بوست اللي عندنا، يعني كيتسمى لو ريكروتمون بار بوست، يعني الخصاص ديالنا خصنا ناخذوه وسط الميدان واللاعبين ديال الاجنحه. كنظنوا غادي نكونوا ربما في المستوى اللي كيتمنى الجمهور وكيتمنى حتى المسيرين المتتبعين ديال فريق الجيش الملكي. وارتباطا بكرة القدم والفريق الأول، قررت إدارة نادي الجيش الملكي الانفتاح رسميا على التعاقد مع اللاعبين الأجانب قصد تدعيم صفوف النادي بلاعبين بمؤهلات وإمكانيات جيدة من شأنها أن ترفع من معنويات الفريق خلال الفترة الراهنة. نبقى في كرة القدم لكن هذه المرة على مستوى الأمل، إذ تمكن أمل نادي الجيش الملكي من الضرب بقوة وتحقيق الثلاثية في المباراة التي جمعتهم بأمل نادي اتحاد تمارا، وذلك برسم الجولة الثامنة من البطولة الوطنية، مباراة انتهت بتفوق أمل نادي الجيش الملكي أداء ونتيجة خلال هذه المباراة. في لقاء آخر ضمن الجولة الثامنة من البطولة الوطنية لكرة القدم، تمكن شبان الجيش الملكي من تحقيق ثلاثية أخرى لكن هذه المرة على حساب شبان اتحاد تمارا، مباراة كانت سهلة على شبان الجيش الملكي الذين عرفوا كيف يستغلون الفرص وترجمتها إلى أهداف يمكن القول بأنها جد رائعة، وكذلك نتيجة إيجابية من شأنها أن تدفعهم إلى تحقيق المزيد وكسب العديد من النقاط خلال المباريات المقبلة. كرويا دائما، تمكن فتيان الجيش الملكي من السير على خطى باقي الفئات العمرية لكرة القدم واستطاعوا تحقيق نتيجة الفوز في اللقاء الذي جمعهم بفتيان الاتحاد الرياضي لتمارا، منهين اللقاء بهدفين للا شيء، فيما تبقى الحصة التي فاز بها صغار الجيش الملكي على صغار الاتحاد الرياضي لتمارا الأكبر والبارزة خلال الدورة الثامنة لكرة القدم، وتمكنوا من تسجيل 6 أهداف نظيفة خلال هذه المباراة. إلى كرة اليد، حيث تمكن أبناء المدرب محمد بن رجع من الضرب بقوة وتحقيق فوز ينضاف إلى باقي الانتصارات التي حققت خلال هذا الموسم، وهذه المرة على حساب نهضة طنجة بحصة 14-13، وبذلك يواصل نادي الجيش الملكي لكرة اليد تصدر البطولة الوطنية للعبة. بهذا نكون قد وصلنا وإياكم مشاهدين إلى ختام هذا العرض الإخباري، وهذا تذكير بأبرز العناوين. الزعيم يعود إلى سكة الانتصارات عبر بوابة نادي شباب أطلس خنيطرة. أمل الجيش الملكي يفوزون بالثلاثية ويتصدرون البطولة. أبناء المدرب محمد بن راجع يواصلون تحقيق النتائج الإيجابية في البطولة الوطنية لكرة اليد. كما لا تنسوا مشاهدين زيارة موقعنا الإلكتروني isfar.ma وكذلك صفحتنا على الفيسبوك isfar. شكرا على حسن الإصغاء والمتابعة، وإلى اللقاء.